خلونا بقى نروح لبكره باذن الله سبحانه وتعالى واستعداد. انا قلت بس ايه اعيد عليك، ارجوك عيد بتفاؤل. استعدادات بقى وزارة الأوقاف لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة. معانا على التليفون دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا يوسف، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والشعب المصري يا رب بخير دايما وأبدا. اللهم أمين. معلش اعذرني أنا طولت في الحتة الاقتصادية، قلت عيد على الناس برضو. ما ده حاجه كويسه، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، يعني محتاجين ان احنا دايما وابدا يبقى في تفاؤل، يبقى في كده اقبال على الحياه وتنميه واعمار، بعيدا خالص عن ما يطلقه اصحاب الافكار المتطرفه من الشائعات والكآبه والحزن والكلام الذي لا يمت الى الانسانيه كلها. خالص خالص. استعداداتنا لبكره باذن الله سبحانه وتعالى، وعيد سعيد علينا جميعا. يا رب عيد سعيد علينا وعلى مصر كلها يا رب. احنا في اطار يعني ادخال الفرحه والبهجه والسرور على الناس في عيد الفطر، يمكن تم التنسيق لتجهيز اكثر من 600 ساحه على مستوى الجمهوريه من الساحات الملحقه بالمساجد الكبرى هيكون فيها صلاه عيد الفطر، بالاضافه الى المساجد الكبرى والجامعه ان شاء الله برضه هيكون فيها صلاه عيد الفطر، مع السماح بفتح مصلى السيدات واصطحاب الاطفال. عارفين دايما وابدا الاطفال في اليوم ده بيبقوا سعداء، فاحنا في اطار يعني ادخال الفرح والسرور عليهم ان شاء الله هيكونوا متواجدين معنا في الساحات، وهيكونوا متواجدين معنا ان شاء الله باذن الله في صلاه العيد، وان شاء الله باذن الله المساجد والساحات هتكون مهيئه ومستعده لاستقبال المصلين للتكبير وللصلاه، وبعد الصلاه هتكون في خطبه العيد ان شاء الله، وهتكون في خلال 10 دقائق زيها بالضبط زي خطبه الجمعه، وبعد الانصراف هيتم التعقيم والتطهير. ما زلنا يعني نحتفظ بالحفاظ على النفس البشريه طبعا، والالتزام بالاجراءات والضوابط التي اقرها اهل الشان واهل الخبره في هذا المجال باذن الله سبحانه وتعالى. يعني لا صحه لما اطلق من شائعات حول عدم اصطحاب الاطفال للصلاه وكل التهجيص اللي اتقال ده نهائيا يا فندم، نهائيا. يعني الناس كلها شافت يعني اطفالنا وهم كلهم بيصلوا التراويح، وكان باين وواضح في كل المساجد الاطفال موجوده وفرحانه وبتصلي التراويح، مفيش حد ابدا منحهم ومفيش حد ابدا قال لهم ما تصلوش. صحيح صحيح. انا بشكرك مره ثانيه يا دكتور هشام، كل سنه وحضرتك طيب. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.